نقطة رطبة وسط فضاء قاحل جاف، وضعها الإنسان بين جبال الأطلس لتكون بحيرة من بحيرات سد يوسف بن تاشفين. مكان عششت على أجرافه الطيور، ونمت على جنباته الحشائش والأعشاب، وانجذبت إليه الحشرات والحيوانات، فغدا مرتعا خصبا لعيش الكثير من الكائنات. من هنا انطلق أمد بحثا عن شجرة مغمورة باتت عنوانا للمكان، شجرة لجأت إلى الأعالي هروبا من بطش الإنسان، وصارت تخشى الظهور للعيان. فما اقترفه في حقها هذا الجبار، وفي حق الطبيعة باجتثاث الأشجار وتغيير مسار الأنهار، جرم واضح كالنهار. إنها أشجال، الشجرة التنينية التي رافقت تواجد الإنسان على الأطلس لآلاف السنين. جنوب شرق مدينة أكادير، في كنف جبال الأطلس الصغير، تربض أنزي، إحدى دوائر تيزنيت، منطقة يخترقها نهر أماغوز، أحد روافد وادي ماسة، ليحفر بها أعناقا عميقة وينحدر نحو مصبه بسد يوسف بن تاشفين. تربة أنزي الهشة الهزيلة، ومناخها الجاف شبه الصحراوي، حد من غطائها النباتي، فلم يسمح إلا بنمو شجر الأرجان والخروب والصبار وبعض الأعشاب الفربونية والأشجار التنينية المسماة محليا بأشجال. هذه الثروة الطبيعية تناقصت بفعل تدخل الإنسان، فقد تقلصت مساحات الأرجان والخروب، ودمرت مساحات كبيرة من الأعشاب في سبيل الزراعة، وغدت الأشجار التنينية منعدمة لا تنمو إلا بمواقع وعرة من منحدرات جبل أمزي، أحد جبال المنطقة. بالمقابل، سمحت هذه العوامل باستقرار ساكنة كثيرة فضل أغلبها العيش على ضفاف الأودية وتحت أقدام الجبال والأجراف.
تضم أنزي ثلاث مجموعات إثنية مختلفة، فرغم الاعتقاد السائد أن أصولها أمازيغية، تؤكد الدراسات وجود أصول عرقية أخرى بينها تتمثل في العرب القادمين من الشرق إبان الفتوحات الإسلامية والأفارقة السود المجلوبين من السودان أيام المنصور الذهبي، واليهود الذين لا تزال آثارهم باقية خصوصا بإليغ إحدى قرى الدائرة. تتألف الساكنة أنزي من تجار وعمال مهاجرين ومن مزارعين يمارسون أنشطتهم الفلاحية على الهضاب والمدرجات، معتمدين في معاشهم على المواشي والحبوب والتقاط بعض الثمرات، وعلى زراعة مسقية بضفاف أماغوز، النهر الذي يوفر لهم جملة من النباتات المستعملة في بعض الصناعات اليدوية التقليدية. يعتبر نهر أماغوز أهم روافد وادي ماسا، وينحدر من الجهة الغربية للإقليم مخترقا سلسلة كردوس الشرقية ليمر بدائرة أنزي. من خصائص هذا الواد أنه ينشط في الفصول المطيرة ليبلغ صبيبه أحيانا نحو 870 مترا مكعبا، في حين يعرف عجزا كبيرا في الفصول العجاف، إلا أن العيون المنبثقة على جنباته كعين بوتبقالت القريب من جماعة أربعاء أيت حماد تجعله دائم السيلان، ليتراوح صبيبه ما بين لتر ونصف إلى 15 لترا في الثانية. باقترابه من سد يوسف بن تشافين، يكون واد أماغوز بحيرة تشكل وسطا بيئيا لعيش الكثير من الكائنات النباتية والحيوانية. هذه البحيرة جعلت من المكان منطقة رطبة تتمتع بتنوع بيئي مهم، وأعطته قيمة اقتصادية واجتماعية وعلمية تمثلها الثروات الطبيعية الممكن استغلالها في ميادين السياحة والفلاحة والترفيه. هنا حيث الخضرة والمياه، تتعالى أصوات الوروار معلنة عودتها إلى مشتاها المعتاد. ما يكاد يشتد القر شمالا حتى تحل هذه الطيور جماعات على المنطقة، فشدة برودة أوروبا خلال فصل الشتاء تجبر النحل غذائها الأساسي على ملازمة المناحل، لتجد هذه الطيور أنفسها مضطرة للهجرة إلى حيث الدفء والطنين.
طيور جميلة زاهية الألوان تنعت بطيور الجنة، إلا أنها غير محبوبة لدى مربي النحل، إذ أن عددا صغيرا منها يستطيع أن يبيد خلية نحل بأكملها. فالنحل يهب جماعات للدفاع عن خليته، لكنه دفاع لا يجدي شيئا أمام براعة هذا الطائر في المناورة. يقتات أكل النحل الأوروبي عموما على الحشرات، فعلى طريقة الخطاطيف يحوم فوق البرك صعودا وهبوطا، يلتقط الذباب والبعوض والنحل واليعاسيب. هذه اليعاسيب ذات الألوان المتعددة كائنات تحمل فوق رأسها قرنان قصيران للاستشعار وعينان مركبتان تمنحها بصرا ثاقبا. أجنحتها الشفافة الغشائية تسمح لها أن تطير بسرعة وفي صمت، وأرجلها الستة التي يندر استعمالها في المشي تساعدها على التشبث بالنباتات أو على المجاثم. وهي حشرات نهارية تعيش على جنبات الأودية والبرك والمستنقعات، تقتات هي الأخرى على الذباب والبعوض والفراش. تبيض اليعاسيب حوالي 600 بيضة، تضعها أحياناً مكشوفة على سطح بحيرة وأحياناً بثقب على ساق نبتة خارج أو حتى تحت الماء. تقضي يرقة اليعسوب فصل الشتاء كله تحت الماء، فتصعد إلى السطح فصل الربيع لتتوالد فصل الصيف وتموت فصل الخريف. وتعد العناكب ألد أعداء اليعاسيب، إضافة إلى طيور الوروار التي تستسيغ طعمها وتستبدل به طعم النحل الذي تفضله. يلتهم الوروار أكثر من 70 نحلة يومياً، يلتقطها بشراهة ويلتهم الملكات منها عند خروجها للتلقيح، لذا فهو يعتبر عاملاً يحد من تربية ملكات النحل وتربية نحل العسل على العموم. يطير الورور بخفة ورشاقة عاليتين، فهو يضرب بجناحيه أحياناً ضرباً بطيئاً وأحياناً أخرى يضرب بهما بسرعة ليقوم بتحليق عمودي في مسار متموج قبل أن ينزلق طويلاً في الجو. يتراوح وزن الورور الأوروبي ما بين 44 و78 جراماً، ويبلغ اتساع جناحيه ما بين 36 و40 سنتيمتراً، أما قده فيصل إلى نحو 29 سنتيمتراً. رغم ذلك، رغم خفته وصغر حجمه، يعد من أكبر المهاجرين، فمع نهاية فصل الصيف تنتهي أبهى فترات عيشه بأوروبا لينطلق في رحلة طويلة نحو إفريقيا. إنه سفر تحفه المخاطر، فلكي يجتاز البحر المتوسط عليه أن يفلت من مخالب الصقور. إن 30% من طيور الوروار الأوروبي تلقى حتفها قبل أن تعود إلى أوروبا بحلول فصل الصيف. بعد الوصول إلى إفريقيا وخلال موسم التزاوج تبقى الذكور مع عشيرتها، في حين تذهب الإناث بحثا عن ذكور تختلف عنها جينيا لتقترن بها مدى الحياة. تكتفي طيور الورور بزوجة واحدة طول حياتها، وتعشش بحفر تحفرها بمناقيرها ومخالبها على الطبقات الرملية أو الطينية من جدار الأودية وضفاف الأنهار، مما يجعلها عرضة لزيارات فضولية غير مرغوبة وهجومات تخريبية من طرف العديد من الحيوانات.
في اتجاه عالية النهر بحثاً عن أشجال. تبدو من بعيد أجراف المكان وقد لطخت بقعاً بيضاء يخالها الناظر صخوراً من جير أو جبس. عند الاقتراب يتبين أن الأجراف مستعمرة لأحدى الطيور المائية، وأن ما عليها من بياض ما هو إلا تراكمات لزرقها. إنها طيور الغاق أو غربان البحر، اتخذت من هذه الضفة الساكنة مكانا للتفريخ والتوالد. يعيش الغاق على شواطئ البحار، لكنه كثيرا ما يشاهد عند ضفاف الأنهار الكبيرة والبحيرات. وها هو هنا يختار هذا المكان الهادئ بعيدا عن الفضول والإزعاج. ما نكاد نقترب حتى بدأت أفراد الغاق تطير الواحدة تلو الأخرى. فطيور الغاق تفضل الوحشة والسكون، وما وجودها هنا إلا لأنها تحبذ الخلوة لتنعم بالأمن والأمان. الغاق طائر كبير ذو أقدام كفية، ماهر في السباحة والغطس، يقتات على الأسماك التي يغوص لصيدها. يوجد من هذه الطيور حوالي 30 نوعا، أضخمها هذا النوع ذو الصفحة البيضاء على الوجه والرقبة. يصل وزنه إلى نحو 3 كيلوغرامات، وطول جسمه 90 سنتيمتراً، أما اتساع جناحيه فيبلغ نحو 1.5 متر تقريباً. الغاق طائر اجتماعي يعيش في مجموعات متعددة الأفراد. تشتو المجموعات الأوروبية من هذا الطائر على السواحل المتوسطية، بينما معظم مجموعات الساحل الأطلسي منه تستقر بالجهات الوسطى والجنوبية من البلاد، وتتوالد هنا بمنطقة أنزي وقرب الصويرة وبما سواسد إفني والداخلة ابتداء من شهر أبريل إلى حدود شهر يونيو. تضع غربان البحر أعشاشها متقاربة على النتوءات الصخرية الساحلية، وتفرشها بالأغصان والطحالب لتبيض بها 3 إلى 5 بيضات زرقاء شاحبة اللون، تحضنها بالتناوب مع أزواجها مدة 30 يوماً.
بعد 5 أو 6 أسابيع من تفقيسها تغادر صغار الغاق أعشاشها لتحسن الطيران بعد 2 شهر من ذلك تقريبا. في انتظار ذلك تظل هذه الصغار قابعة في أعشاشها تنعم بحياة هادئة لا يكدر صفوها شيء. نعم، إن في سعادة البعض أحيانا شقاء للآخرين، فالسد الذي يوفر لهذه الطيور الوسط الآمن الملائم للعيش هو نفسه السبب في إخلاء مجمع تجاري بأكمله ودمار مرافقه. غير بعيد عن عين بوتبوقلت بنايات لم تعد تستوقف أحدا من عابر الطريق. سوق هجرها الأهل والتجار وباتت كأن وباء قد أصابها لتغدو خالية موحشة رغم حالة حيطانها الجيدة. إنها السوق الأسبوعية لجماعة أيت حماد منذ عهد الاستعمار الفرنسي. أو السوق العربية العربية قلت لك كني على الاستعمار راح سعقله يخدمك تنهيسة الجرداء غناء دي عسكرين دي حباس أرجيزي تلي الحكام وفعل العربة كرا نويدلين كرا القويلين كزويدلين ذكرت هنا كد قيس عقله إما تمزجيد ولا كل السوق أسين وفتيت كل تلا وش كنا ذا قلح السوق أرض ظلا أنت اللي جيت مزجيد هاي اللي جيس أرض تروح مدنا الصنطلة هاي اللي جيس لزان المقبرة اللي جيس تلينا طلبا اللي جيس قرن تفريق يعمر السوق زعما وخي إلا للاستعمار والكهسات كعرض تظل سلا ولين ادري تسلت ورغيلي وناري يصلي كشمي الظن وناري يقرا تفريق ارتياقر كل شيء مدنا سلنا يهوي نزن سلنا هم نزن. سنة 1981 وخوفا من فيضان مرتقب بسبب توسيع خزان مياه سد يوسف بن تاشفين تقرر نقل مقر السوق إلى مركز الجماعة لتحرم كل القبائل من التسوق بسبب البعد أو لعدم القدرة على اجتياز النهر الفاصل أثناء المواسم المطيرة. علم مدنا نزنا البرشة رتلكم صافي ونرى يجبر المحل نسا يجبر رسد لي تسوق نيتون زي إذا قوار سموكس أشتوك أيتو أدري ميت موسى يخلط كله قسل بيع وشترى رتسوق مدنا اللي عسننا هن غير رتيم صل برشة إلا ما ميكسنا ما يكسن تجديس إلا ما يكسن بيبان نسمو المدنة إذا نسن بلكن أي غما كينا عني كني غير حل عمار سنس نميرني كني غير لك حيلا ونزار أرغي نتكيو سر كحيو نيوسي ونزار نسوق كحيلا ونزار أحسوق نبدكي سر كحيوسي كحك تخصل غرضات أو يستدكي صغيلة داسي غيلة زور سنة السوق زول هو حتى سيفات غيلة سي يبيعها تسوق سولة ودلين يعني ترس غير السوق النساء يمسيف وكان صغير لي حتى ولي ما يجيش البيع والشراء نسن اللي كان هنا قبيل ناس يكساس صغار واسفنا شكو مرة السولية ويتغرد صغيرة تنسي في سرغينا وانا الديويني يسوقنا اللي هو ورتزيقي صلع مرسا نسوالو. هكذا إذن ينتهي أمر سوق بني تبعا لهندسة معمارية محلية، بنايات تستحق أن تبقى تراثا وطنيا يعتز به، خاصة أنها بنيت على شكل مشبك أو تزرزيت رمز الأمازيغ أهل هذه الربوع. لقد فرض توسيع السد تهجير مركب تجاري وسكني بأكمله لتبقى مرافقه مسرحا يتسابق به النمل والحشرات، ولتختم عليه العناكب بنسجها وتضع عليه خاتم الإقفال.
في اتجاه الشمال الشرقي تزداد المنطقة ارتفاعا والطريق وعورة وتتوالى الأعناق والقمم، حيث يرتفع جبل إمزي بنحو 1535 مترا يخترقه واد أماغوز ليشق به أعناقا يصل غورها إلى 700 متر تقريبا ويفصله عن جبل أضاد مدني. بين هذه الجبال على المرتفعات وفي السفوح تجثم قرى المنطقة مستظلة بقممها صيفا مستدفئة بها شتاء، وبالوادي حيث مجرى الماء والهواء تهب نسيمات ملطفة للجو تتمايل على إثرها شجيرات الدفل النابتة في مسار الوادي وعلى جنباته، ويتدفق به النهر برفق ليكسر خريره صمت المكان وسكونه. هنا وسط هذا الوادي المحاصر بالأجراف حيث لا شيء إلا الحجارة والدفلة كان الموعد مع كوزان عالم النبات الفرنسي الذي كان له السبق في نفض الغبار عن أشجال أنزي وإخراجه إلى مستوى العالمية. ليس هناك من منفذ إلى القرى، لا مسالك ولا طرقات. نعم، إن المكان جد صعب ومد مسلك به سيكلف الكثير، فالصخور تملأ المكان. سنة 1996 وأثناء زيارته للمنطقة رفقة زوجته أثار انتباههما وجود شجرة غريبة بالمكان لم يريا لها من قبل مثيلا إلا بجزر كناريا، فكانت بداية لاكتشاف مهم. إنها أشجال أو دراكينا دراكو، تلك الشجرة الفريدة التي صارت لا تنمو إلا على القمم والمنحدرات الوعرة، وكأنها تهرب لتتوارى عن الأنظار فتنجو بنفسها وتستمر في الحياة. ها هي الأجراف حيث رأيت تلك الأشجار لأول مرة، كان ذلك سنة 1996 بينما كنت أبحث عن حيوانات برية بواسطة منظاري. أومأت زوجتي إلى تلك الأشجار قائلة: ما هذا؟ صوبت منظاري نحو ما أشارت إليه ونظرت، بسرعة أدركت أنها أشجار تنينية، فلقد رأيت مثيلتها من قبل بجزر كناريا، كانت تشبهها إلى درجة كبيرة، خاصة تلك السميكة منها. بقيت طويلا أفكر كيف يمكنني الوصول إليها، غير ممكن، فأنا بحاجة إلى مسيرة يوم كامل لألمس أول شجرة كانت معلقة بالأجراف. هكذا فهي توجد بالأعالي بعيدة عن الناس، أظن أن الناس يستعملونها في شيء ما. نعم، أظن أن الناس قد أزالوا كل الأشجار، لقد قطعوا كل الأشجار التي استطاعوا الوصول إليها واستخدموا جذوعها خاصة الضخمة منها، كانوا يقطعونها ويزيلون أليافها الداخلية بسهولة. كانوا يفرغونها إذن؟ نعم، يفرغونها ليحصلوا على أنبوب من مادة عازلة كالفلين يستعملونه في تربية النحل. C'est parfaitement isolant. Et tout ça combiné donc avec des arganeraies qui pour moi. كل هذه المناظر تبدو في تنسيق مع أشجار الأرجان التي تعد أجمل أشجار المغرب وأشدها كثافة. إنه المكان الوحيد بالمغرب حيث نمشي تحت غطاء الأرجان وكأننا بغابة كثيفة. هناك شجرتان تنينيتان تنبتان مباشرة على الصخور. نعم، أتساءل كيف تمكنت من ذلك وكيف نقلت البذور إلى ذلك المكان. أظن أن الطيور هي السبب، ربما كان الأمر كذلك، لكن ثمارها كبيرة بعض الشيء، هي تصغر قليلا عن حبة تين، هي بحجم حبة كرز، إذن لن تستطيع الطيور نقلها. أكيد أن الطيور الصغيرة لن تستطيع حملها. نعم، هي أكبر من أن تحملها طيور صغيرة. أتمنى أن تخلق بالمنطقة سياحة محترمة للبيئة، سياحة غير مدمرة، فنحن هنا بمسرح طبيعي.
كما أن الشجرات التنينية هذه هي شعار المكان البارز. كيف يمكن تحقيق ذلك؟ تبقى الأمور معلقة. كان يعتقد أن هذا الصنف من الأشجار التنينية لا يستوطن إلا جزر كناريا والرأس الأخضر، لكن إذا كان عالم المعرفة يجهل أمكنة توزيعها ومختلف استعمالاتها، فإن هناك ثقافة أخرى تدرك ذلك تمام الإدراك. إن الرسوم التي وضعها الإنسان البدائي جنوب المغرب على بعض صخور بلدته واستعمل لصباغتها دماء تلك الشجرة تبقى شاهدة على أنها كانت شائعة الاستعمال في الصباغة والتخضيب وأغراض أخرى بلا شك. Une autre utilisation un peu plus ancienne que l'on suspecte, ça demanderait un petit peu plus de vérification. هناك استعمال آخر بخصوص هذه الشجرة، وهو أمر مشتبه فيه ويحتاج إلى التحقق. لقد وجدت نقوش مسبوغة على بعض الصخور بالمغرب، الشيء الذي لم نعتد رؤيته، وتم جرد أقل من عشرات المواقع بها رسوم مسبوغة على الصخور. كانت تجسيدا للإنسان المغربي البدائي وللفونة البرية المغربية. وضعها الإنسان مخبأة تحت الصخور لألا تزيلها وتغسلها مياه المطر. إذا ما قارنا هذه الصباغات بتلك المتواجدة بجزر كناريا، فإننا نجد تشابها كبيرا بينها. فلقد وجدت بجزر كناريا رسوم مسبوغة بلون أحمر. لا شك أن الإنسان استعمل نسخ هذه الأشجار التنينية لصباغتها. ما دمنا لم نتحقق بعد، فيجب أن تقام دراسات جدية للتأكد من ذلك. أظن أنه لما تكون المياه وفيرة هنا تمتلئ هذه البرك. نعم، تمتلئ كل البرك، لكنها لا تدوم طويلا. سيكون المكان خطيرا بوجود الفيضانات. إنه مكان زلق. فعلا هذا صحيح. استمدت هذه الشجرة اسمها من نزيفها عند قطع أوراقها أو جرح جذعها ومن الصمغ الذي تفرزه، وهي مادة تتخذ لون الدم عند اتصالها بالهواء. تستعمل للتمليس والتلميع والتخضيب ولأغراض طبية وتجميلية عدة. لقد ذكر ابن سينا أن المواد المستخرجة من لحائها صالحة لعلاج الجروح والتقرحات ولتقوية الجهاز الهضمي، كما ذكر أنها شجرة معظمة لدى الكثير من الشعوب، إذ قدسها الحميريون والفراعنة والآشوريون. حيكت حول هذه الشجرة أساطير كثيرة. تقول إحداها إنه كلما مات تنين إلا وحلت روحه شجرة من هذه الأشجار، وما السائل الذي تفرزه إلا دم تلك التنانين. وتقول أخرى إنه لما قتل هابيل من طرف أخيه قابيل سقط دمه على الأرض فنبتت مكانه الشجرة. إنها تفسيرات أسطورية لنبتة ظلت تمثل لغزا حير العلماء والمهتمين. أرجع علماء النبات ظهور هذه الشجرة إلى ملايين السنين بحوض الأبيض المتوسط، وأكدوا عيشها لقرون عديدة، مستدلين على ذلك بالشجرة التنينية المشهورة المتواجدة بجزر كناريا. على بعد حوالي 750 كيلومترا عن جبل إمزي وبمدينة إيكو دي لوس بينوس التنيريفية، تنبت شجرة من الأشجار التنينية التي يعتقد أنها الأكثر تعميرا على وجه الأرض. لقد قدر عمرها بآلاف السنين، إلا أن آخر الدراسات التي أجريت حولها تشير إلى أن عمرها قد لا يتجاوز 400 سنة أو على الأكثر 500 سنة. فتركيبة هذه الأشجار وعدم تكوين جذوعها من خشب صلب وحلقات تسمح بتأريخها يجعل من الصعب معرفة عمرها بدقة.
إذا كان الإسبان قد بادروا إلى حماية شجرتهم التنينية وجعلوها رمزا لجزيرتهم الكنارية بمجرد ما أحسوا بسيرها نحو الانقراض، فإن أشجال أنزي الذي يعتبر من نفس سلالتها والذي لا يختلف عنها إلا في الشكل واللون قليلا بحاجة إلى نفس العناية والاهتمام. إن أهم ما يميز هذه السلالة من الأشجار التنينية هو كونها أشجارا ريفية بامتياز، فتواجدها على الصخور بالأماكن العالية من هذا الوسط القاري يجعلها تتحمل الجفاف بشكل كبير، وذلك بسبب قدرة جذوعها وأوراقها على الاحتفاظ بالماء لسنوات طويلة، ويجعلها تتحمل درجات جدا منخفضة من البرودة قد تصل إلى ما دون 4 درجات. بسبب ضعف تساقطات المنطقة وسرعة ذوبان ثلوجها ونفاذها إلى عمق الأرض، لا تتلقى الأشجال ما يكفي من الماء لضمان العيش، لذا تعتمد تقنية تخزين المياه واستغلال رطوبة الضباب الذي يخيم على جبال المكان. تستفيد أشجال من قطرات الرذاذ التي تتساقط على أوراقها فتنتعش وتزيد من توفير مخزونها. بعد أن دلنا كيزان على مكان تواجدها قررنا الاقتراب منها أكثر. لبلوغ ذلك كان لزاما علينا أن نصعد الجبل ونفتح لأنفسنا به مسالك وعرة تضيق تارة وتتسع أخرى، يزيد من صعوبتها تفتت الصخور وتشققها. تحت أنظار غزلان كيفي المتأقلمة على هذا الوسط الصخري الجاف تابعنا المسير طلوعا وهبوطا حتى بلغنا قرية الدار. الدار قرية عتيقة أناسها البسطاء المتواضعون يعتمدون في عيشهم على فلاحة مسقية جوار الواد وعلى ما ينبت في جنباته من نباتات يستعملونها في صناعاتهم التقليدية. إنها من بين القرى التي كانت ولا تزال تستعمل جذوع الأشجال في صنع المناحل التي يستكملون بها معاشهم. بين صيغة تبين صغير وفلا سرلان كله سكسات تفركين افلان ستبين ارتبين ارتبين صيف تكون ارتبين صيف ارتقاك جزاء اقادوس ارتك كسنا قيو زغوف لا اكاش كسنا قيو سلمنس كسنا سيلم كسنا سيلم كل شيء اكون نزيق خمس امليول يبقوا عامة يبقوا عامة يبقوا الغابة
كنا عام ونسيت قال لي شكون انا قلت لك انت اللي نزز شبور انا نقول زز صدط اسي ستار ستار تخون اه خونا قلت خونا قلت نصلي غمر زز اقدس انا خصك عام بعدا عام قلت لك في الدقار مهلي اش كحتي بحال كي ستوري اه هاي هاي ايمي لا هات نغير غير في الكنزه اش تقول في الكنزه هات غير في الكنزه هات ديك غير سبت نيت نهات لو قلنا قلت دارك هات نسيت اوليف الا قلت نقول لك كلش لقد جعلت التجربة في ميدان تربية النحل أهل الدار يفضلون وضع نحلهم بجذوع الأشجال لما لها من تأثير على النحل وإنتاجه. فالمناحل المصنوعة من أشجال تكون كتيمة غير منفذة ذات حرارة ثابتة مما يجعل النحل داخلها ينعم بدرجات ملائمة من الحرارة. لكن بعد أن تناقصت أشجار الأشجال هنا بسبب تدميرها من فرط الاستعمال استبدل الناس استخدامها في صنع المناحل بالسلال. ويستمر التقدم نحو منبت الأشجال. سرنا صاعدين منحدرين يرافقنا واد أماغوز بأحيائه. أخيرا ها هي ذي تبدو معلقة على الأجراف نابتة بأماكن منيعة من الجبال متشبثة بالحياة، لكن وعورة أماكنها لن تحول دون الاقتراب منها، فالأسرار التي تلفها تثير الشوق والفضول. إن أشجال كلمة أمازيغية تعني المعلق، وهي صفة لهذه الشجرة التي تنبت بالأعالي بين الصخور. شجرة معمرة بطيئة النمو لا تتفرع قبل أن تظهر لأول مرة، تحتاج إلى 10 سنوات ليزيد ارتفاعها مترا واحدا. جذع سميك تعلوه خصلة من أوراق صلبة منتصبة دائمة الإخضرار.
لقد أدى الاستمرار في قطع هذه الأشجار لاستعمالها في الطب والشعوذة وتربية النحل إلى القضاء عليها وإبادتها، فلم تعد تنمو الناجية منها إلا بالأماكن المنيعة، ملجأها الوحيد والأخير لمتابعة الحياة. لكن ببعض الأماكن حيث عفى الإنسان عن هذه الشجرة من التدمير، لا تزال باقية تحافظ على كيانها. بدواري أيت بوهم وأكادير وجقال الواقعان على جبل إمزي، لا تزال شجرتان من هذا الصنف واقفتان تستمران في الحياة. ها هي آخر نبتة أشجال عدل الإنسان عن بترها بدوار أكادير وجقال. ربما أدرك أخيرا جرمه فبادر إلى حمايتها والاعتناء بها، علّه يكفر عما جنت يداه في حقها. على بعد بضع كيلومترات جنوب غرب أكادير وجقال شجرة أخرى بدوار آخر، دوار أيت بوهم. دوار يعلم أناسه جيدا أن شجرة الأشجال هذه كنز بات يميز قريتهم عن غيرها، وأنها تراث عالمي إنساني يجب الحفاظ عليه. جرت من وين قست ذا تاع خمس أنا خلت أشجاز غيك مليح تبزيت؟ يا من أنا بزي كفت النكنيس قريكا تمقر ياد غيكا بابا؟ هو تمقر غيكا الناس تمين غي زوكان تمين ولينا تمين ولينا زهاسيس أبتين غور يا غي زغي لكوزن نعقل سبين قيتا شقالينا نبين قيساين كله ولينا ميدن غادي زرين غادي زرين ايبا الهاسين اختينو كسا زغم قور نسي مارستو قانت نكله زغي اختينو فلا حافظ مزاف لا سيد تمازيغ تغرد يا مقاوا سن القيمان سمع الدو قا نتني ورسين انا قلنا اللي قلت سكر صافي صافي انا يا ورسين من معنا في زيد الخير هذا سكر صغير اتشجع نقول السين ميقا ولا ما مروى كنا لايق الخير يا غير هذا لابد فلاس حفظنا يقلب إن أشجال جزء لا يتجزأ من الوسط الذي تمثله هذه الجبال. فهي كغيرها من الكائنات لم توجد بمحض الصدفة، بل أوجدتها الضرورة. موتها إذن علة للطبيعة وخلل واضطراب للتوازن. إن الإنسان بتدخله في الطبيعة وتغيير مجراها يكون قد ارتكب أكبر الجرائم في حقه وحقها، فأنانيته وحلوله النفعية الآنية غالبا ما تكون ضررا عليه وعلى الطبيعة، وخلقه لأوساط رطبة تشكل مرتعا لكثير من الكائنات يعتبر بالفعل نعمة على البعض، لكنها في الوقت ذاته نقمة على الآخرين. إلا أن التدخل أمر ضروري للتطور، فالإنسان عنصر طموح هدام يسعى إلى التقدم على حساب الطبيعة لتتوارى أشكال من الحياة السليمة وتحل محلها أخرى عليلة سقيمة.